اليوم عنا حلقة من الطبخ مع مش بس ليلى، مع العائلة. طلبتوا منا نعملكم كيك خفيف وصحي، سو جبتلكم مام ريكي. ونحن عم نصور هالحلقة قبل رمضان، بس لما احطها على اليوتيوب حتكون برمضان. سو رمضان كريم. وقبل ما نبلش ما تنسوا تعملوا لايك على الفيديو وعملوا اشتراك على القناة اند شير. يس حفظتم اياهم؟ لا. ومنبلش. اوكي سو كيف بنعمل؟ اربع موزات، كبيتين طحين اسمر، ثلاث ارباع كوب سكر اسمر، نص كوب مي، ربع كوب زيت، وفستق حلب للتزيين، ملعقه قرفه، اوكي، وملعقتين بيكنج باودر، رشه فانيلا تقريبا ملعقه صغيره، وملعقه ونص بيكنج سودا. بيكنج سودا، I got baking soda. بنحطهم كلهم مع بعض؟ لا ما بنحطهم كلهم مع بعض. هلا بدنا نعمل اول شيء نحط المكونات السائله اللي هي الزيت والمي. اوكي. وبدنا نهرس البنانا. جاهزين؟ جاهزين. جاهز. ليتس جو. اوكي. قشرنا الموزات. اوكي. يوم. هاي لك حبيبي. فيني انا اهرسهم؟ ايه اكيد. كم موزة؟ اربع موزات. هي قالت. انا قلت ايه. اوكي جايز روو. الموز غني بالبوتاسيوم. نزيد وحدة تانية؟ ونحن ما هنزيد على الكيك ولا بيض ولا حليب، لأنه هي نباتية. اكزاكتلي، وهذا الشيء بخفف من نسبة الدهون بالكيك، لأن صفار البيض في بقلبه دهون والحليب كمان في بقلبه دهون. هلا هرسنا الموز، بنزيد لهم رشة قرفة، يوم وفانيلا نكهة. اوكي. ونحن على فكرة عم نحمل فرن؟ ايه حمينا الفرن ل 350 فهرنهايت. اوكي. القرفة كثير بتعطي نكهة. اوكي هلا بدنا نحط السوائل بعدين بنحط الزيت، بنحط السوائل او السوفت انجريدينتس قبل ماي اند ذن وي ميكس ذيم فيري ويل. اخلطهم منيح. سو هيدي صارت المكونات السائلة اللي هي الموز والزيت والماي. نزيد لهم السكر. نحن حنحط سكر اسمر. على فكرة اغلبية العالم بيفكروا انه السكر الاسمر صحي والسكر الابيض مش كتير صحي، بس يعني اجمالا نفس الشيء من ناحية السعرات، بيكونوا نفس السعرات، بس الفرق هو السكر الاسمر في بقلبه بعده شوي من المينرالز والفيتامينز، لان بعد ما اخذوا كلهم منهم ليعملوا سكر ابيض، يعني شوي نسبة قليلة من الفيتامينز بعدهم فيه، بس من ناحيه السعرات بيكونوا نفس الشيء. هي بس انه في يمكن شويه معادن اكثر. اكزاكتلي. هو الابيض مكرر، فاحسن ناخذ شيء مش مكرر مصنع. واذا ما عرفتوا السكر والملح هن السم الابيض. والله هلا بنزيد البيكنج باودر والبيكنج سودا. اوكي سو هلا بدنا نزيد المكونات على خليط الموز. أنا فيني عايشة على هاي الخلطة وما آكل. عن جد أنا كمان. يوم it smells so good. هي بخلطنا أنا. أنا كلها. أنا كلها. Oh my god. Mom. او ماي جاد شوفوا كل الطحين علي. او ماي جاد حانتقم منك الحلقه الجايه. اوكي بعد ما نظفت حالي هلا نرجع للطبخ نركز شوي. هلا بدنا ندهن الكيك بالزيت. بالزيت مام كانت حتستعمل زبده بس خلينا نجرب شيء نباتي. نعمل لك النباتيه هلا. الزيت بيزبط نفس الشيء، بتدهنيها بالزيت منيح منيح بعدين ترشي عليها طحين. ميك شور انه كلها مدهونه بالزيت. بعدين بنرش طحين. بدنا زيت ونشم لزق. الطحين لازم يلزق على كل الزيت عشان ما يلزق القالب. اوكي. كمان. That is okay. Hi guys. How are you cooking? We're making a cake. Oh, it smells good, eh? Yeah. Oh, beautiful. من طعمك بعدين. طيب كل شيء هلا بدنا نحط
الخليط بقالب مدهون بالزيت وطحين عشان ما يلزق الكيك. اوكي واحلى شيء بهذا الكيك انه بيطلع كثير مويست. شو مويست عربي؟ مش ناشف. ما بيطلع ناشف بيطلع سو جود جوسي. كان عندك مسكون؟ ايه اكشلي فيك لان ما فيها بيض. ايه ما فيها بيض اكزاكتلي انه ما فيها شيء بيخوف. فينا نزيد له لهيدا الكيك مكسرات مثل الجوز مثل الفلاكسيد. الجوز اكثر شيء بيروح له لهيدا. وكمان ليش تزيدوا اكثر سعرات حراريه؟ اكيد فيها سعرات حراريه اكثر. نخليه شوي اخف. وهلا جاهز نحط بالفرن لمده قد ايه؟ 3/4 ساعة. بنشوفكم بعد الفاصل. بما انه البنانا هو مكوناته الرئيسية بدنا نحط موز بس للتزيين وشوية فستق حلبة. شو بروفيشنال فتفيت فونتراست. واو لوكس سو نايس. شو حلوين الالوان. وهيك بنكون خلصنا عملنا كيك صحي وطيب لطيف وشكله حلو. يس ات لوكس اميزنج. فيكم تقعدوا مع القهوه مع الشاي. هلا صار احلى وقت ندوق الكيك. تفضلي انت قصي احسن لك. احسن ما انا قصه وخربه. خلي سوا. سو جود. كيف تاري؟ منو ناشف عن جد روعة. بس طعمة القرفة كثير تاري فيها. سو جود. مع قهوة؟ مع فنجان قهوة. يوم تفضلوا. ألف صحتين وهنا كل عام وانتم بألف خير. وهلا صار وقت الحكم الحقيقي يدوق الكيك ويقول لنا رأيه. إن شاء الله خير. تعملوا لايك على الفيديو وسبسكرايب اند شير. يس رمضان كريم للكل. ينعاد عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة وبنشوفكم بالفيديو الجاي. بيس. طحين اثنين. What's up looking at me? Look here. Yeah, okay. هاي الحلقة. Where are you looking? كيف بنعمل البنانا كيك؟ بدنا 4 موزات. لا لا سكر اسمر. لا نايمة طحينة. مش نايمة بيتين طحين اسمر او بالاقل انه بنانا كيك. اكيد بدنا بنانا. الموز غني بالمتاح فيتامين جديد اخترعوه.